السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك مولاي. سيد الحاج لاباس. حياك الله مولاي. كيفك يا سيد الطيب؟ بارك الله فيك سيد زيدي، بارك الله فيك أخويا. الله يسهل عليك. يا مرحبا يا مرحبا. الله يفتح لك البيبان. اللهم أمين أخويا. وتبارك الله، وهذا الخير راك وهذا الخير يعني راك ملقطو من هذا الملتقى ديال عين بن مطر. لا إله إلا الله. يا لا إله إلا الله، حفظك الله أخويا. راه يعني كل صباح راه كيدعي ومعاه كيهزوا يديه لله. الله اكبر الله اكبر، الله يزيدهم فضله يعني يا رب. يعني الناس استاب تبارك الله منك من هذا الدين هذا، الله يسهل عليك. عزك الله خويا. والله يفتح لك البيبان سي الطيب. اللهم امين اخويا، شكرا، الله يبارك فيك. بغيت منك غير واحد الدعوه ديال الخير للوليدات، للمراه والوليدات. الله الله. وكافة هذا الناس اللي متوفين اللي ميتين الله يوليه بالرحمة، حتى هذوك الناس خصو يدعو معه بالرحمة. لا إله إلا الله. إيه يا خويا. ودعي لي مع النسيب ومع النسيبة. يا ربي طول عمرهم. ومع الوالدين. يا رحمن يا رحيم. ومع سلطان البلاد، مع سلطان البلاد. أي أكيد. وهذا المبادرة اللي دار، واش غادي نقول لك؟ الله يجعل سيدي ربي يحفظه. اللهم أمين يا رب. يعني مبادرة حسنة الحمد لله، كنسمعوا هذه الأيام معظمة المكرمة. الله يشافيه ويعافيه. يا ربي يا كريم. وبغيت غير واحد الدعوة ديال الخير للوليدات. يا رحمن يا رحيم أخويا. والنساب ديالي والوليدات وكاع اللي كيسمع، كاع اللي كيسمعني في هذا التليفون يهز لي واحد الدعوة ديال الخير. يا ذا الجلال والإكرام يا رب. وراني عيان شوية سيد الحاج. الله يشافيه ويعافيه يا رب. والله الله يسهل عليك والله يوفق لك ما كتولى عند الله. شكرا لك اخويا، شكرا سي زيدي. الله يسهل لك سيد الحاج. امين امين، بارك الله فيك اخويا. تحيه كبيره سي زيدي، وتحيه كبيره للساكنه ديال الاقليم بن مظهر، الاقليم اللي جمع فيه الصالحين والصالحات، بل وفيه الاولياء اللي هما اخفياء. اقليم بن مظهر فيه اولياء صالحين، فيهم الخفاء ما كيظهروش، وفيهم البركه وفيهم التيسير. وسي الزايدي كيف سمعتو كيفاش كيتكلم بقلب مطمئن، رغم انه مريض ورغم انه سقيم، ولكن الحمد لله ربي عطيه الثبات. اسال الله الواحد الاحد سي الزايدي، الله يمتعك بالصحه والعافيه وتمام العافيه، الله يشافيك من كل مرض وكل سقم وكل عله يا ربي. وسي الزايدي الزوجه ديالك الصالحه كنسمعوا وحده كتكلم معك وكتازرك، هذه المراه الصالحه، المراه الصالحه تؤازر زوجها كما كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كانت مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تسانده وتؤازره حتى في أشد اللحظات، كان يستمد القوة منها. يقول لك الرابح من المرأة والخاسر من المرأة. والسي الزيدي مرته واقفة معاه، أسأل الله تعالى أن يجعلها مع نساء النبي المصطفى ومن الصالحات القانتات الذاكرات الطيبات. السي الزيدي الله يقر عيونك بوليداتك ويجعلهم ناجحين فالحين مباركين، الله ينبتهم نبتا حسنا ويعطيهم السعد الجميل ويرفع عنهم الموانع. ونطلب الله تعالى يحفظ نسيب ونسيبة والعائلة جميعا، ويألف ما بين الأسرتين كما ألف بين الأنصار والمهاجرين، ويجعلكم جميعا على كلمة سواء. وأسأل الله تعالى أن يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين. سي زيدي يطلب دعوة الأموات كلهم، كيذكرنا كاين دابا اللي عنده اموات وناسي، شحال من واحد فينا عنده امواته، والدين واجداد واخوال وخالات واعمام وعمات وجيران كنسوهم، فكنشكروا كل من يذكرنا بامواتنا. على الاقل اللي كنا في هذا البرنامج غنترحموا على الاموات، الله يجعل البركه في خير عظيم. الاموات يترحمون علينا في قبورهم، لان اللغو والقيل والقال ما في فائده، يوقع اصطدام وصراع، لكن دعوه الخير كتبقى كتنبت وتورد وتفرخ الخيرات والبركات مضاعفة. فأسأل الله تعالى أن يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم يا رب أسكنهم فسيح الجنات، اللهم اجعلهم في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
والسي الزايدي سبحان الله العظيم الناس ديال بني مظهر معروفين عندهم الروح الدينيه قويه قويه جدا، وعندهم التقاليد والعادات، وعندهم الهمه العاليه، وعندهم كذلك الروح الوطنيه. هذا التاريخ ديالهم، الروح الوطنيه. السي الزايدي قال هذا الكلام كله ولم ينسى دعوه الى السلطان. علاش؟ لان صلاح السلطان به يصلح شان البلاد. والحمد لله احنا سمعنا هذه الايام مبادرات عظيمه جدا، رغم ان سلطاننا المحبوب امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس رغم ظروف صحيه نسال الله له الصحه العافيه والشفاء العاجل، نسال الله تعالى ان يجبر عظمه ويقوي شكيمته، ونسال الله تعالى ان يطهر بدنه من كل الافات والامراض والاسقام، ويعطيه القوه ويعطيه المدد، وينطلق ان شاء الله في الاصلاحات، وينطلق ان شاء الله تعالى في المبادرات الحسنه. غير البارح واليوم كل نهار كنسمعوا مبادرة حسنة، بالأمس مبادرة عظيمة جدا صفقت لها دول أجنبية، وهي الأمر بالعفو الملكي على عدد كبير من الأفارقة، تم العفو عنهم ونبدأ صفحة جديدة وعفى الله عما سلف، خصوصا ممن ظهر عليهم الصلاح وممن سجلوا نقط إيجابية. راه اليوم رجال الامن في جميع المخافر ديال السجون، اداره السجون اليوم كان استنفار، الكل كان يعمل على 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 تصريح هؤلاء والقيام بالاجراءات اللازمه، ثم انهم كيوصلوهم الى باش يكملوا الاجراءات يوصلوهم الى بلدانهم سالمين معافين وعفى الله عما سلف. هذا خلق العفو. العفو الملكي هو ماخوذ من العفو الالهي، ربنا عز وجل من أسمائه العفو. وكانت أمنا عائشة تقول يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ كان يقول قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو هو عفى الله عما سلف، الله يسامح، وخل عقوبة كينا وخل جريمة كينا، إنسان كي عنده حسن نية ويظهر عليه الصلاح كفى، الله يجعل نبدأ صفحة جديدة. هذه مبادرة حسنة جدا جعلت أنظار المنتظم الدولي يلتفت نحو المغرب ويسجل له نقطة حسنة ويصفق له بحرارة. هذا وقع بالأمس. اليوم كنسمع قرار ملكي جديد أيضا هو موجه للأبناك، الشباب اللي بغى يقوم بأي مبادرة، بغى يدير مقاولة، بغى يدير واحد شي شركة، بغى يدير هناك دعوة من أمير المؤمنين جهة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه الى الجهات البنكيه باش يقدموا لهم قروض، وديك القروض باقل نسبه فائده يعني 2%. وهذه بعض العلماء فسروها قالوا هي ما كتسمى ربا، هذه كتسمى واجب خدمه. هذيك 2% ما نسموها ربا، ما نقولوا لان الربا ما هو الربا، كيقولوا كل قرض جر منفعه فهو ربا، وديك المنفعه كتكون كثيره ربما تساوي القرض او توازيه. اما هذه 2% العلماء المحققين اللي عندهم روح الشريعه ومقاصد الشريعه كيسموا هذه واجب الخدمه، لان ذاك البنك عنده مؤسسه، عنده موظفين، عنده بيروتيك، عنده غازوال، عنده ضريبه، عنده هذه كتسمى واجب الخدمه. كما هو الان في بعض الدول الخليجيه عندهم ابناك اسلاميه وكيسموا هذه واجب الخدمه. فهذه مبادره حسنه، بل اكثر من ذلك ان المقاوله اللي هي مشرفه على الافلاس واللي لقات صعوبه أعطوها مجموعة امتيازات، أن قروض بدون أي فائدة يعني صفر فائدة، زائد إعفاءات من الضريبة، زائد تسهيلات في الأداء، زائد استشارات قانونية مجانية ودعم، وهذا كله لفائدة الشباب. هذه مبادرة أطلقها صاحب الجلالة اليوم في هذا اليوم المعظم السعيد، فالحمد لله هذه كلها بشائر الخير. نسأل الله تعالى أن يديم على مولانا الإمام الصحة والعافية وتمام العافية، ونسأل الله الواحد الأحد أن يقوي شكيمته ويقوي عضده حتى يزيد في مثل هذه الأعمال الصالحة وهذه الأعمال الخيرة وهذه الأعمال المباركة. نسأل الله جل جلاله الفتاح العليم الرزاق الكريم. هذه ليلة الجمعة، وليلة الجمعة الحمد لله فيها الدعاء مستجاب. نسأل الله تعالى أن يديم عليه القوة والمدد، احنا محتاجين ومتعطشين نشوفوا صاحب الجلالة كما كنا كنشوفوه في السنوات الماضية، كنشوفوه ينتقل من مدينة إلى مدينة، ومن إقليم إلى إقليم، ومن متجر إلى متجر، ومن قرية إلى قرية، يقوم بتدشينات
ويقوم بشق الطرقات ويقوم باستقبال الساكنة ديال كل منطقة ويستمع إلى مشاكلها وإلى همومها، ثم يصدر تعليماته إلى عماله وإلى الولاة وإلى الوزراء بالقيام بمشاريع استعجالية تمس هموم الناس ومشاكلهم وحياتهم الواقعية، ابتداء من شق الطرقات والماء الشروب، ثم المدارس والمصحات، ثم للمقاولات التنموية لفائدة الشباب. نحن متعطشين أن نرى مثل هذه الجولات الملكية السامية في القريب العاجل. والذي منع صاحب الجلالة من كل هذا هو المرض، المرض الذي نسأل الله تعالى أن يشافيه ويعافيه ويجعل له فيه البركة والتيسير. وإن شاء الله تعالى هذه الأيام بصحة وعافية جيدة. رأينا المبادرة في إقليم الصويرة ورأينا في أقاليم أخرى، وإن شاء الله تعالى تكون تعم المملكة المغربية. ونعود أيضا إلى خطاب الأمل وخطاب العمل وخطاب البناء والتشييد، ونقول جميعا يحفظ مولانا الإمام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.